عشان نعمل البرجر النباتي محتاجين زيت زيتون، بصل، مشروم، خل بلسمك، ميبل سيرب. الميبل سيرب ده اللي هو ممكن نستبدله بالعسل، ده لو انتوا بتستخدموا عسل، عشان في ناس ما بتاكلش العسل. ثوم مفروم وبابريكا، سيراتشا صوص ممكن نستبدله بالهوت صوص، ممكن كمان نحط صويا صوص لو حبيته. كمان عندي عين جمل مفروم، بذر الكتان مطحون، ورز بني بصوا مستوي بس معجن شويه مش مفلفل، عايزاه معجن عشان يمسك لي الايه المكونات دي كلها، بصمات وملح وفلفل. للتقديم بقى برجر خالص عادي، عيش كايزر وكابوتشا وطماطم وبصل. حكم القوي المضطر يركب الصعب. هنحط هنا معلقة زيت، الولاد بالذات اللي في المدارس، مع دخول المدارس لو رحنا مدارس عشان ما حدش عارف حاجة لسه، بيبقوا أصحابهم كلهم معاهم سندوتشات برجر، طب أنا أعمل إيه؟ فهنعمله بقى سندوتش برجر، هنعمل إيه طيب؟ لما على فكرة بنحط شوية كاتشب على شوية مايونيز نباتي مع الخضرة مع العيش، الموضوع بيتوه في الطعم شوية. هنعمل ايه؟ حطيت الزيت على النار، هحط البصل. خلينا بس نتفق انه البرجر ده زيه زي البرجر اللحمة، لازم يستوي وهو متجمد في الفريزر عشان ما يفكش مننا ويبهدل الدنيا. حطينا البصل، هنحط الثوم، ملح، فلفل اسود، وبعدين هنزل البابريكا، نقطة زيت كمان عشان لسه هنزل الباقي دلوقتي هيشرب الكلام ده كله. بذر الكتان المطحون، وممكن تنقعوه الأول في شوية مية قبل ما تستخدموه كمان لو حبيتوا. وبعدين هنزل المشروم، الميبل سيرب، السيراتشا صوص. ايوه شكرا يا ميرنا. ايوه ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امور يا ميرنا؟ ايه عايزه طريقه الدونتس. حاضر، نزلوا لنا طريقه الدونتس لو سمحتوا. هي هبه جوه؟ ايه يا هبه؟ مالك يا هبه في ايه؟ ايه هبة؟ لا اسقط الله لك حسا، ينفع كده؟ وادي شوية عين الجمل، المشروم البديل طبعا النباتي اللي لا غنى عنه، بس كده. هجيب بقى كل الكلام ده في الكبة، هربط بايه؟ هربط بالبقسماط والرز. طيب ايه البدايل اللي اربط بيها اي حاجه مسلوقه ومهروسه؟ بطاطا، قرع، جزر، بطاطس، اي حاجه تربط معايا ممكن تبقى بديل عشان مش كل الناس هتبقى حابه تستخدم الرز. مش هحط كتير، مش هحط كتير. ابصي اهو 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 شويه صغيرين عشان تعرفي تاكلي، حرام مش لاقي حاجه تاكلها يا عيني. وادي شويه البقسماط، معلقه واحده بس، وبعدين نشغل. شايفين اللون؟ مستحيل تقولوا ان ده ما فيهوش لحمه. الحجم طبعا اللي انتوا عايزينه، وبعدين ابتدي ايه اعمل كده واخد الكيس اشكل بيه البرجر الحجم اللي احنا محتاجينه اهو، والسمك اللي احنا محتاجينه لان ده مش هيكش لانه ما فيهوش دهون اهو. شايفين ازاي؟ نحط بقى كده اهو، لطيف جدا جدا، مغذي
وطعمه على فكرة مش وحش أبدا، بس هو زي ما بقول لكم هي كل حاجة في أولها بتبقى غريبة شوية.